رئيس، نريد حكومة قوية قادرة مقتدرة، حكومة جشة عشة هشة بشة، لا نريد حكومة كشة مشة نشة. متتبعي قناة أنفاس بريس، حنا الآن تتواجدوا بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، الجماعة اللي كانت يترأسها سي عبد النبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، الذي شهر بالبرلمان بمداخلته الغريبة عشا مشا كشا، وهي المداخلة اللي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. جينا لهنا باش نشوفوا الوضعية اللي تتعيشها هذه الجماعة هذه، أجي نشوفوا شنو قالوا السكان ديال هذه الجماعة حول الوضعية اللي تعيشوا فيها. أشني أهم المشاكل اللي عندكم في هذه الجماعة تاع الحوافات؟ جماعة الحوافات المشاكل يعني الخصاص اللي عندنا، تطهير السائل بعد الدواوير، الماء، الكهرباء، خصنا محطة القطار اللي مهمة بزاف، محطة القطار هنا تكون بالحوافات في السونتر، ودار الثقافة ما عندناش، دار الثقافة، دار الشباب، وخصنا يتزادوا عندنا ملاعب القرب، ملعب كبير بالاعشاب للشباب ديالنا. الماء الصالح للشرب ما عندناش، كنضطروا نشريوه يوميا، وبالنسبه للازقه والطرقان ما عندناش، كاع الزناقي اللي يدخلوا الديور ما عندناش كاملين. شحال من دوار تقريبا ما عندوش الماء؟ تقريبا حنايا قول شي 14 دوار هنا كلشي تيشري الماء، كضطر تستنى الموطور يجيب لك الماء باش تشريه. النص صلاح والنص نزل ديال الدوار بلغيتين الشرفاء العلويين بلغيتين، ولا تسيدي بلغيت مول البرطه والزيت اي خنوس. النص صلاح والنص باقي الحميدين صلحوا، الحجاوات صلحات، القريه الرسميه صلحات، ولاد جابر ولاد عمران كلهم تصلحوا. وبالنسبه للمركز هنا؟ بالنسبه للمركز اللي فيه القياده والقراويه والمدرسه اللي مكلفه بالمدارس ديال الابتدائيه، بقى النص ديالها باقي ما مصلحش. كاين عندنا مشكل ديال الضوء، كيكون عندنا كيتقطع عندنا باستمرار، خصنا يتزادوا عندنا لي بوست ديال الضوء باش مابقاش تقطع، لان بزاف ديال الالات الكهربائيه المنزليه كيتم اتلافها بسبب انقطاع الكهرباء. وعلى مستوى البنيه التحتيه المرافق الرياضيه الاجتماعيه واش متوفره في هذه الجماعه ولا لا؟ ما عندناش الملعب اللي عندنا في الحوافات، انت كتشوفوا دابا كاين شي ملاعب داروهم خارجين على الحوافات، يعني ما تيستافدوش منهم، بحال ابناء الحوافات عندهم بحال هذا الملعب اللي كتشوفوا فيه، يعني ما انت تشوف تيران جا في موضع ما تعرف شنو هو، انت تشوف النفايات وكل شيء في جنب الملعب، تيضطروا الدراري يهربوا للجد من الوادي ويلعبوا تما. واش يعني الحوايج اللي قدر الرئيس الجماعه السابق حلها في هذه الجماعات؟ الرئيس السابق الدكتور العيدودي مشكور، يعني كان اول رئيس اللي كياخذ المبادره وكينزل المشاريع على ارض الواقع في الحوافات، بحال تطهير السائل بعد الدواوير فيهم القريه الرتبيه والقريه المرضيه والحوافات المركز الحميديين ولاد بوزيان وغيرهم. كاين الماء والكهرباء، ثاني كان عندنا مشكل الكهرباء كبير، ويعني ماشي نقول لك المشاكل تحلت 100% وانما الحمد لله. اصلاح الطرق والمسالك ديال الدواوير اللي كانوا ما كيقدروش يدخلوا لهنا للسونتر. السوق الاسبوعي كان تم اصلاح السوق الاسبوعي ومجزره السوق الاسبوعي، يعني المجلس السابق دار واحد اللمسه ودار واحد البصمه، وهذا المجلس هذا مازال الحمد لله مازال ما شفنا منه والو، كنتمنى وان شاء الله حتى هو ياخذ البديره وحتى هو يستمر ويكمل المشاريع اللي ما كملاتش. قلت لك صابوا لنا الطريق ديال الجامع الله يرحم الوالدين. الطريق تاع الجامع ما مصيباش؟ ما مصوباش، تكون الشتاء تبقاو ما تقدروش تمشيو فوقها. شو لا تمشي وهي ما تكون محفره ومهدي مصاوبه، لا صاوبتوها جزاكم الله بخير. لحد الان باقي ما شفنا والو من هذا المجلس هذا، وكنتمناو يكون تا هو مجلس يعني يعطي شي حاجه للحوافات في هذه المده، هذه الولايه هذه، ما يبقاوش هكا يا صامتين ناعسين كما قال هو، يا قشه مشه خشه ولا ما عقلتش.